مشاهدينا صباح الخير لكم لليوم وين ما كنتوا عم تتابعونا. مثل دايما بتمام الساعة 9 بنرجع بنطلع عليكم ببرنامجنا أحلى صباح لحتى نترافق لساعتين ونص من الوقت، مواضيع متعددة، جولات على أبرز الأنشطة المختلفة والمتنوعة على الساحة اللبنانية. دايما في إشياء بالحياة بتخلينا ننبسط، دايما في إشياء بالحياة بتزرع الابتسامة على وجوهنا بالرغم بالكثير من الصعوبات وكثير من الأشياء السلبية اللي أيضا بتكون موجودة حدنا وحوالينا عن يميننا وعن شمالنا أيضا. دايما في اشياء بتخلينا نفكر انه بكره في امل، دايما في اشياء بتخلينا نقول انه رح تزبط الامور ورح يجي يوم تكون الاشياء افضل بكثير وتاخذ المنحى الايجابي. واللبناني دايما هو اكثر ناس اللي عنده مهاره كيف يخلق الايجابيه من السلبيه، لانه على الرغم من كل الظروف الموجود فيها بيقدر دايما يعيش ويعيش بطريقه جدا متميزه وايجابيه. فتحيه لكل الناس اللي قادرين فعلا يخلقوا من كل السلبيات اللي حدهم كثير من الطاقه الايجابيه، ومش بس لهم انما لكل المحيط اللي موجودين هن فيه. لليوم بصبحيتنا نحن وياكم رح نترافق مع عدة مواضيع وعدة ضيوف ايضا بينضموا لصبحيتنا تباعا. بصيرنا اليوم يكون برفقتنا المخرج عوض لنحكي برفقته عن مهرجان مشكال اللي بيصير على مسرح المدينة وتفاصيل عن كل هذا المهرجان، ضيوفه بالإضافة لأعماله. ايضا تنضم لنا المديرة التنفيذية بمؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيرية، مبادرة بتعلمنا فعلا انه هذا الاكل اللي بفضل على طاولاتنا، الأكل اللي موجود على سفرتنا هو مش للكب، لأنه الأكل هو نعمة، كيف نحترم هيدي النعمة وكيف نتعامل معها. كل هيدي التفاصيل مع السيدة سهى زعيتر. أيضا نحن وياكم منروح ضمن لقاءاتنا لليوم إلى المخرج والكاتب المسرحي نديم حرب لنحكي أكثر نحن وياه عن عمل مسرحي بيحمل عنوان التاريخ يعيد نفسه. أيضا إلى الفن التشكيلي لليوم مع الفنان عماد أبو عجرم ورندا تقي الدين لنعرف أكثر عن نشاطهم الجديد. ضمن الفقرات الثابتة لليوم الشيف نادين بعد غيبة بترجع بتطلع علينا مع طبق جديد وطبخة جديدة لليوم نتعرف شو هي خلال حلقتنا. أيضا رح يكون عنا مجموعة من التقارير الخاصة بالبرنامج بالإضافة للفقرات الثابتة اللي تعودتوا عليها من طقس، حركة مرور ورياضة بطبيعة الأحوال. البداية مع حركة مداخل العاصمة بيروت وزحمة السير اللي عم تشهدها يوميا مع أستاذ أمين عبد العال من غرفة التحكم المروري. أستاذ أمين صباح الخير. ألو؟ ألو صباح الخير. يعطيك العافية. لو سمحت حطنا بأجواء مداخل العاصمة بيروت. أكيد مثل العادي بنبدأ بالمدخل الشمالي، الحركة عم تكون كثيفة من يوسف فهود الضيق باتجاه نقاش أنت الياس، الطريق البحرية حركة سير كثيفة أنت الياس الساحة باتجاه الأستراد أيضا حركة كثيفة تكفي الحركة على الأستراد لجل الديب، من بعد الأشغال عم تصير حركة ناشطة باتجاه نهر الموت الدورة كارانتينا أيضا شال حلو حركة ناشطة وصولا للصيفي حتى الوسط التجاري ولا الأسواق حركة سير ناشطة بفاس النفير حركة ناشطة على الإشارات باتجاه الصالومة بتكفي الحركة أيضا ناشطة دائما إلى كثيفة الصالومة باتجاه الحايك وصولا لجسر الوطن. مدخل جنوبي حركة ناشطة إلا كثيفة من مدينة رياضية باتجاه الكولا هتكفي ناشطة من الكولا باتجاه كورنيش المزرعة وكثيفة على جسر الكولا باتجاه صائب سلام للأنفاق حتى الوسط التجاري. تقاطع مع الياس باتجاه كورنيش المزرعة حركة سير ناشطة تكفي أيضا حركة ناشطة من كورنيش المزرعة باتجاه عبد الناصر أيضا ناشطة باتجاه البربير. مدخل شرقي حركة ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزي تكفي الحركة ناشطة باتجاه الصياد وصولا للكارانتينا مرورا باتصال الرئيس لحفوظ حركة سير ناشطة في السلبجو باتجاه الأشرفية حركة سير طبيعية نجس العدلية حركة سير كثيفة عم تكون من السادة الرئيسة الهراوي باتجاه جس العدلية للأشرفية حركة سير كثيفة من العدلية باتجاه المتحف حركة سير طبيعية متكفي من المتحف ناشطة باتجاه البربير
من قصقص اتجاه تقاطع بشارع الخوري حركة سير كثيفة. أشرفية تقاطع التباريس باتجاه برج الرزيل حركة طبيعية لجسرين. برج الموت عم تكون حركة كثيفة باتجاه شارع الحمراء لرمسي. كورنيش البحري حركة سير ناشطة باتجاه النادي العسكري وكثيفة باتجاه البحرية وأيضا كثيفة من عين مريسي باتجاه الحمراء. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير. بالنسبة لمحاضر السير عزيزي اللي صدرت عن قوى الأمن الداخلي ب 24 ساعة الماضية 851 محضر. بالإحصاءات الحوادث سجل عنا 17 حادث نتج عنهم للأسف قتيلين و 24 جريح تفى نبأ. أكيد بنذكر التواصل معنا بوسط التحكم النور 917 20. متابعتنا على السوشيال ميديا تويتر أتي أسئلة من هون فيسبوك غرفة التحكم المروري وأكيد الأبلكيشن تي أم أو لما نتقش. مشاهدينا صبحيتنا بتستمر برفقتكم، برحب بكل انضموا لنا بهذا الوقت على امل دايما تكونوا عم تستفيدوا وايضا تستمتعوا برفقتنا. لقائنا التالي رح ياخذنا الى الصفحه التشكيليه لليوم، ومن بابها العريض تحديدا مع فنان تشكيلي طبعا رسم بصماته بعالم الفن التشكيلي من بيروت الى بعقلين، رحله تنوعت فيها المدارس والالوان وايضا تنوعت فيها الاهداف والظروف. بصيرنا اليوم نرحب بالفنان التشكيلي عماد ابو عجم. استاذ عماد صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. ايضا بترافقنا الفنانه التشكيليه رندا تقي الدين. ست رندا صباح الخير، الف صباح، شرفتونا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم حضرتكم ضيوفنا لنحكي عن تكريم للفنان عماد ابو عجرم، طبعا بعد نيلك وسام الارز الوطني برتمة فارس من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون. فالف مبروك اول شيء التقليد اللي قلدك اياه فخامة الرئيس. شكرا لكم وشكرا لفخامة الرئيس. نعم. لمنحي هذا الوسام يلي بدي اعمل جهدي انه اتقدم فيه بعد اكثر. وهالشرف الوسام بقدمه بدوري لكل الأصدقاء المحبين من أصدقاء مثقفين فنانين مقتني لوحاتي يلي هن كتار. ورحلتي بالعالم كانت طويلة كتير، يعني ذكرت من حضرتك من بيروت لبعقلين، يعني البحلان الأحب لقلبك بعتقد بيروت وبعقلين. صحيح. هلأ باريس عشت فيها وعرضت فيها لست معارض كان بباريس. ما ننسى قاعة التدريس بالجامعة اللبنانية أيضا، التدريس بالجامعة اللبنانية مادة الرسم الفني ورئاسة قسم الرسم والتصوير بذات الوقت. نعم دكتور عماد، بدي ارجع لك بعد شوي نحكي عن كل هذه التفاصيل. ستراندا اليوم تلقفتوا هذه المبادرة من فخامة الرئيس وعم بتحضروا لاحتفال تكريمي يليق بالدكتور عماد، رح يكون ب 8 ايلول تحديدا الساعة 5 المساء بقاعة معرض بعقلين الدائم للفنون التشكيلية بيت بعقلين. نشوف خبرينا كيف صارت الخبرية كلها. للحقيقة اول ما ابتدينا نحن كتجمع فنانين المعرض بعقلين الدائم ببعقلين، كانت المبادرة من الفنانين ومن بلدية بعقلين، فحبينا نكرمه لأستاذ عماد بدرع يعني اللي ممكن يعني كتجمع. نعم. ودعينا وزارة التربية معالي الوزير مروان حمادي ووزارة الثقافة كمان دكتور غطاس خوري. دغري أثنوا وبادروا كمان بسرعة كمان بتكريمه بدرع من كل وزارة، وبالتالي رئيس نقابة الفنانين كمان شارك معنا. نعم. وتتالت الأدرع وبالتالي تم رفع توصية للقصر الجمهوري، وكانت فعلا مبادرة عظيمة أنه دغري وافقوا على التكريم. نعم. فبالتالي جمهوره جمهور عريض لأستاذ عماد، وصحيح بعقلين عم بتكرمه اليوم كابنة بس كمان بعقلين عم تتكرم. صحيح. يعني فالحمد لله انه كمثقف وكفنان وكأول بصمة لفنان تشكيلي ببعقلين كانت بصمته، وبالتالي
ما بعتقد انه كانت مفاجأة، كانت بالعكس نتيجة جهود يعني، فالكل كان مبادر. تماما يعني هيدي الجهود المشتركه بين الكل لفعلا لتكون هيدي الامسيه تليق باستاذ عماد. استاذ عماد، شو سر هيدي العلاقه بين بعقلين والمثقفين بشكل عام؟ كانوا كتاب، رسامين، تشكيليين، شو سر هيدي العلاقه اللي بتربط بعقلين بكل هيدي الفئه من الناس؟ استاذي، بعقلين معروفه تقع على 7 تلال جغرافيا، وكل التلال الأربعة الأوائل كل واحدة باتجاه للشرق وللجنوب وللشمال وللغرب، وتلال البقية التلتين مفتوحين على كل دول العالم ثقافة وحضورا وإبداعا. هذا سر العلاقة مع بعلين، بالإضافة لطبيعتها النضرة دائما، إن كان من أشجار الزيتون المعمرة وإن كان من كروم العنب يلي بتصفي جواهر بأيام نهاية المواسم. بعقلين متجددة دائما بمواسمها وبخيراتها وبمبدعيها ومثقفيها وناسها. وهذا الاهم يعني، تجدد البشر بعقلين، هذه الحركه الثقافيه اللي ما يعني ما لا في لا كلل ولا ملل فيها، دائما مستمره. استاذ عماد، المسيره التشكيليه بلشت وتطورت واخذت اكثر من منحه وما زلت بمرحله بحث، يعني مثل ما قلت لي انا ما زلت عم ببحث. كيف فيك تخبرني عن مسيرتك؟ يعني بلشت ترسم الكلاسيكي الاقرب الى الواقع طبعا، مثل خلينا نقول غالبيه التشكيليين، كيف تطورت؟ تخبرني عن هيدي المراحل. مثل كل بدايه فنان ناشئ بجرب يعمل استنساخ للوحات عالميه مشهوره، وبصير بس لسبب انه يجرب، ما بدي اقول يفرض شخصيته، بس يعرض في شخصيته. والفن التشكيلي من مميزاته يكون في ملكه في التعبير، في تنفيذ العمل، وفي محاكاه الواقع. كانت المحاوله الاولى اني حاكي هالواقع وارضي بالصوره للناس كلها على مختلف مستويات الفكرية والثقافية والإنتاجية. تطورت بعدين الأعمال لفترة ما بدخولي لمعهد فنون جميلة، وتخرجت بدراسات عليا. وكفيت دراساتي فيما بعد بباريس. لوصل لأني درست في اكبر المعاهد العالميه. شو اضافت لك باريس؟ شو اضافت لريشتك تحديدا استاذ عماد؟ باريس فتحت قدامي مجالات واسعه بالتطور الفني، بالتقنيات الفنيه الغير محدوده. بس برغم هذا كله بقيت واقف بوجه التيارات مثل المسمار. كل شيء بتقوله بيمر وجه العاصفه، لانه كنت مصر على شخصيتي يلي عم. اي تيارات تحديدا؟ عم تحكي عن الانطباعيه، عن التجريديه، عن اي تيارات عم تحكي؟ عن الحداثه يلي كانت بعدها بفتره ما عم تتخبط باتجاهات مختلفه، كانت ما زلت عم تتبلور بمرحله من المراحل، وصلت لمحل بلشت تتبلور. انا كان دوري، انا كنت طالع من بيئه حرب ومشاكل ببلدي، نقلت الصوره العكسيه، صورة الفرح والتفاؤل، صورة لبنان الحلو. لبنان الحلو يلي هو ان شاء الله بيضل حلو ان شاء الله ان شاء الله. واشتغلت على حالي بمحترفات باريس. وعرضت بباريس لست مرات بست معارض. مش هينة. بدي ارجع انا وياك للكلاسيكيه اكثر، وبدي احكي عن هذا النمط، وبدي احكي عن كثير اشياء، ولكن مع ستراندا بدي اعرف عن معرض بعقلين الدائم للفنون. يعني مش هينة يكون في معرض دائم للفنون. بنعرف قديش بيتعبوا، بنعرف قديش في جهد لتنظيم معرض فردي او خاص او حتى جماعي سنوي، فكيف اذا عندي معرض دائم؟ يا ريت تخبرينا. للحقيقه انا رئيسه
يعني مستشارة لهالتجمع في إلى رئيس دكتور مأمون نجار وإلى هيئة. يعني أنا بشتغل بتأليف مضمون المعرض، فبالتالي ابتدينا بالمعرض الدائم مع معرض منفرد للأستاذ عماد بوعجرم. بعدين قصدنا زملاء أستاذ عماد أنه من الطيبين، فاختار مجموعة باقة رائعة كلهم دكاترة وكلهم أساتذة وله باع طويل معهم بالعالم الفنون. ما اكتفينا بالطيبين، جرأنا شوي ندعي متاحف، لأنه في زملاء توفوا كمان وكلهم صاروا أصحاب متاحف وفي مؤسسات بدارهم. فللأمانة هيدا المعرض بحجم الحدث، لأنه مش بس بيضم باقة من 60 فنان ومعرض منفرد لأستاذ عماد بوعجرم، كمان بيضم زملاء أستاذ عماد من دكتور الياس ديب، دكتور أمين حامد، دكتور حسن جوني، دكتور شوقي شمعون، ميشيل روحانا، والنقيب دكتور نزار ظاهر. كمان دعينا المتاحف والمؤسسات مثل مؤسسة الفنان الراحل عارف الريس، متحف الفنان الراحل وهيب تديني، متحف الفنان الراحل دكتور سامي مكارم، ومتحف الفنان الحاضر دائما دكتور جميل ملاعب، ومحترف الإخوي عساف عساف. فللأمانة عطونا ثقتهم، وبالتالي نحن ترجمنا هالثقة لباقة من مجموعة أعمال متحف حتكون الإطار الغني كمان للمعرض. فإن شاء الله المعرض ب 8 أيلول حيكون السبت من الساعة 5 مع حفلة تكريم بالأساس. لنحكي بالتفصيل عن حفلة التكريم، نعرف شو عم بيصير داخلها، ولكن عم نشوف اللوحات اللي فعلا مميزة جدا، وكل لوحة فيها حكايتها، فيها قصتها، فيها خبريتها. أستاذ عماد، الفن التشكيلي اللبناني، يعني المنحة اللبنانية بالفن التشكيلي، البعض بيقول انه نحن كلبنانيين ما قدرنا عملنا المنحة الخاص بالفن التشكيلي تبعنا، ما قدرنا رسمنا هوية الى الفن التشكيلي اللبناني بفعل عدة ظروف، وبفعل غياب الحضانة الرسمية للفن التشكيلي، خاصة مع غياب، خليني اقول يعني متحف وطني بيساعد الفنانين التشكيليين. يعني اليوم عددنا متاحف لمجموعة من الاسماء، ولكن ولا مرة عم نقول عنا المتحف الوطني للفن التشكيلي. شو واقع الفن التشكيلي اليوم حضرتك كمدرس ومراقب وفنان بنفس الوقت؟ هلا الحركة التشكيلية اللبنانية بدأت في بدايات القرن العشرين، اللي هن منصنفهم برداعيل الأول، صحيح، مؤسسين، واللي هن تأثروا بمدرسة باريس، بس ما رسموا من باريس، دمجوا بين رؤية المدرسة أو تقنيات المدرسة الباريسية، من حيث أنها كانت استمرار للمدرسة الانطباعية، طبعاً، لجهة الألوان والأضواء والتوزيع الأشكال، التوازن ضمن اللوحة الوحدة، وعملوا على إيجاد مثل نوع من الجسر إذا بدك بين هالحضارتين. بقيت الرعيل الأول أسماء كبيرة عالمية وصلت للعالمية، وتطورت مع إنشاء معهد الفنون الجميلة اللي أنتج وضخ للحركة التشكيلية العالمية واللبنانية مجموعة من أرضواد التشكيليين، اللي مثل ما تفضلت حضرتك نحن نشكو من عدم وجود متحف للفن اللبناني التشكيلي، كونه اليوم ضرورة كتير ماسة، صحيح، بشكل مش بس متحف للزيارات، بشكل مرجع للدراسات، صحيح، وتوثيق لمرحلة للأسف عم بغطيها الزمن، عم بغطيها غبار الزمن، تماما. فهلا مسارات الحركة التشكيلية اللبنانية المعاصرة لازالت
بأحلى حالاتها يعني بعده الحركة الفنية التشكيلية بخير وعافية. نعم والحمد لله أنه بعد في شيء بخير بخير وعافية ببلدنا يعني. أستاذ عماد سترندا برنامج السبت لو سمحت التكريمي الساعة 5 المساء شو رح يصير تباعا؟ حضرتك تفضلت وسبقت بأنه ضمن كل هالظروف هيدي غايتنا وهيدا هو هدفنا حوار الحضارات. نعم. بلغة سامية بلغة فيها سلام فيها ترجمة لأرقى ممكن أرقى لغة ممكن نخاطب فيها الآخر. نعم. وتحت كل هالظروف بعدنا مستمرين من لبنان واليوم من بعقلين. برنامج جدا رائع للحدث أنا بسميه حدث. أكيد في الحفل التكريمي. نعم. بالأساس حنستضيف باقة متنوعة جدا وراقية جدا من السفراء والدبلوماسيين والوزراء المعنيين وأكيد حيكون الحفل التكريم لأستاذ عماد. نعم. من زملاء ومن أصدقاء ومن باقة كبيرة من الفنانين اللبنانيين وبعدين حيتني الحفل الريسبشن الافتتاح الرسمي للمعرض صالة المعرض. نعم. وهي صالة. نعم. جدا كبيرة. وفيها 4 معارض. نعم. وبتحوي 4 معارد. مم. لأربع تجمعات مثل ما سبق وقلنا المعرض. مم. المنفرد وزملائه والمتاحف. نعم. وباقي التجمع الفنانين بعقلين المعرض الدائم. مم. والجوار. فنتأمل تشريف الجميع فعلا جمعة حلوة بإذن الله حتكون لأجمل تجمع للوحات وأعمال فنية وفي ضوي كمان على معرض الأستاذ عماد لمرحلة 50 سنة عطاء يعني نحن حطيناه انتباعا كيف كانت المراحل وكيف وصل لليوم اخترتوا عينات من كل السنوات كل المعارض في جزء من ريتروسبكتيف معرض استعادي للذاكرة الإنسانية فنتمنى مشاركة الكل وحضورهم وألف أهلا وسهلا فيكم. نعم طبعا يعني خلينا نقول يعني اللي رح يكون موجود رح يربح كثير رح يربح جو متميز على كل الصعد فعلا صحيح. اللي رح يحضر رح يكون في حدائق من الألوان ومن الضيافة ومن حسن الاستقبال وبدي أثني وأكد وتأكد معي مدام رندا تقي الدين على الدور الأساسي اللي لعبه رفيق دربي وشريكي في النجاح سميته معالي الأستاذ مروان حمادي. صحيح. اللي هو حيقلدني الوسام. نعم. ويحكي كلمة فخامة الرئيس الجمهورية. نعم نعم أستاذ عماد كل فنان تشكيلي عنده طقوسه عنده طريقته بالعمل عنده ألوانه عنده موسيقى عنده صوره خبرنا يعني اليوم بدنا نعرف عن الحشرية إذا فتنا على محترف عماد أبو عجرم شو رح نلاقي بمحترفك الخاص شو هي الأشياء الثابتة اللي ما تخليت عنا بمسيرة 50 سنة؟ الأشياء الثابتة أول شيء المتحف المحترف اللي إن شاء الله بوقت قريب رح يتحول لمتحف إن شاء الله. هو مفتوح لكل الناس. نعم. ومن 2 سنين عملت ظاهرة أبواب مفتوحة فتحنا أبواب المحترف لكل الناس تشوف الواقائع كيف بتخلق اللوحة. نعم. عند عماد أبو عجرم افتح لنا هالأبواب اليوم وخبرنا عن خصوصيات عماد كنت عبرسم قدام الناس يعني الحضور اللي عم بي ما كان في ازعاج انه عندي كثير تكتم بخبرتي او بتقنياتي. نعم. هلا عندي توجه كثير خاص اذا صح التعبير ميولي نحو اللون الازرق. الازرق بكل تنوعاته يلي ببلش بالازرق من الافتح الى الاغمق من الاغمق يعني. وبيمرق بالوردي والبنفسجي والبقيه
هودي هذا اللون تحديدا كثير بعدني ما قدرت اطلع من تاثيراته ما قدرت اطلع كل احوال هذا لون البحر والسماء لون الطبيعه يعني لون من اجمل الوان الطبيعه هو يعني رمزيته بعلم الالوان هو رمز الايمان المستسلم الايمان القوي واللي بكل ما يعمي من محبه ومن تسامح ومن تطور وانفتاح وكتير ضروري الانفتاح على الآخر أنا نعم. مثل اللون الأزرق من الأشياء الثابتة بمحترفك وبكل أعمالك بكل أعمالك تفاصيل ثابتة يعني هل في موسيقى معينة بتسمعها هل ما بعرف يعني بتحتفظ بشيء معين داخل محترفك هيك ما بعرف بركي نزير تفاؤل لألك موجود بالمحترف في شيء معين ولا لا يعني فيك ترسم كيف ما كان بأي طريقة برسم بأي وقت مكان بمعنى اني مش مزاجي ولا انفعالي يعني برسم بكل هدوء بستحضر حالي بكل الفتره اللي انا عم برسم فيها ما بضيع بي وما في مؤثرات شيء اساسي اني وقت اللي بدي ارسم لازم يكون حد مني بقيت زهور دائما في ورد المحترف هذا جوي في ورد يعني عم نحكي عن حاسه النظر وحاسه الشم بنفس الوقت والوحي اللي بتاخذهم طبعا الوحي الاستيحاء استاذ عماد يعني ببالي اسئله كثير يعني كيف بتخطط عن السكتش كيف بتعمله عن بناء اللوحه عن اللوحات اللي بتاخذ مسار مختلف ولكن ضيق الوقت اللي حياخذني الى هيك اسئله مجموعه اسئله اخيره بين التعليم وبين الـ وبين الـ وبين التشكيل كممارسه مهنه كفن كمحترف والى اخره وين الملعب الافضل وين المكان الاجمل للفنان؟ ذاته داخله من جوا انا بالمناسبه ذكرت ملاحظه حضرتك او رايي ما بشتغل سكاتش كتير بشتغل على التلقائية والعفوية مباشرة على اللوحة يعني ما عندي شيء بسموه رتوش ما رتوش للعمل مثل ما بيطلع بضل على طبيعته نعم. بكل احوال نحن فخورين جدا باسماء مثل حضرتك استاذ عماد فعلا اعطت كثير للفن التشكيلي اللبناني وللحياه الثقافيه ايضا اللبنانيه مش غريب ابدا عن فخامه رئيس الجمهوريه يكون عم بكرم اسماء لمعت بمكانها بمحيطها لمعت ايضا باعمالها اللي قدمتها كان داخليا او حتى عالميا بدنا نشكر المبادره ايضا اللي قمتوا فيها ست رندا تقي الدين الفنانه التشكيليه ايضا يعني طبعا بالتعاون مع بلديه بعقلين هذه مبادرة اللي من جديد بتأكد انه بعقلين هي فعلا مركز للثقافة ومكان اذا بدي اقول فيه بتحلى الحياة الثقافية اهلا وسهلا فيكم الفنان عماد ابو عجرم وست رندا تقي الدين طبعا انا رح اذكر انه نحن على موعد السبت 8 ايلول الساعة 5 المساء بقاعة معرض بعقلين الدائم للفنون التشكيلية بيت بعقلين لا تكريمك استاذ عماد وتقليدك طبعا وسام الارز الوطني برتبة فارس من فخامة رئيس الجمهورية اهلا وسهلا فيكم يعطيكم ألف عافية شكرا كثير لكم شكرا لست رندا اللي هي المنسقة والساعية نعم. شكرا لمعالي الأستاذ مروان حمادي نعم. شكرا لفخامة الرئيس اللي بيقولوا طوقوني عاطفيا ومحبة تستاهل أهلا وسهلا فيكم شكرا لكم مشاهدينا عم نتابع سوا نحن وياكم بمجموعة فقراتنا ولقاءاتنا أيضا مجموعة من الضيوف بينضموا لنا تباعا مجموعة من التقارير بانتظاركم ولكن بهذا الوقت صار لازم نروح إلى فاصل إعلاني ومنرجع عودة لكم مشاهدينا متابعين معكم برنامج أحلى صباح ورح ننتقل هلأ لنحكي أكثر عن مهرجان مشكال بمسرح المدينة لنعرف تفاصيل أكثر عنه بيصيرنا نستقبل معنا اليوم مدير المهرجان المخرج المسرحي عوض صباح الخير صباح عوض صباح النور أهلا فيك كيفك؟ مشكال رح يكون ليلة الافتتاح ب 7 أيلول وبينطلق البرنامج 8 ل 11 أيلول بمسرح المدينة بالبداية خبرنا أكثر عن مشكال عن التنظيم عن الفكرة وأكيد عنوان المهرجان شو اسمه مشكال اللي هو ملتقى الشباب بمسرح المدينة بلش من 7 سنين من تنظيم مسرح المدينة مشكال ككلمة يعني كلايدوسكوب بالإنجليش أو بالفرنسي وهو النضور يلي بيكسر الضوء ليعطي أشكال هندسية ملونة فنحن حابين نطلع على مدينتنا وعلى بلدنا
من خلال هيدا الناظور لنشوف الاشياء الحلوه والاشياء اللي فيها الوان واشكال مبهجه وبتجيب الفرحه. وكرمال هيك اسمه مشكال. ومشكال هو منصه للشباب اللبنانيين او للشباب الموجودين بلبنان لحتى يعرضوا اعمالهم الفنيه على اختلافها من مسرح، افلام، رقص، غنى، فنون تشكيليه الى اخره على مدى 5 ايام بقلب مسرح المدينه. يعني هيدي فرصه اليوم للشباب الجداد اللي عندهم مواهب جديده ويمكن ما عندهم المنصه يقدروا يفرجوا هالمواهب، فيهم طبعا يكونوا موجودين بهذا المهرجان مثل ما راح يصير هلا وراح نحكي بالتفاصيل اكثر عن البروجرام. خبرنا شو راح يصير ليله الافتتاح ب7 ايلول. يوم الافتتاح عم نبلش بمسيره موسيقيه بالحمراء بشارع الحمراء، بعدين عم نفتتح المهرجان مع دبكة الكوفية، وبعدين في فيلم من إنتاج فاين لاين برودكشنز، وبعدين في مسرحية مملكة الجرادين اللي هي من إخراجي، وبعدين في افتتاح معرض الفنون التشكيلية، وفي موسيقى مع ريبيكا حواط. وخلينا نحكي شوي عن البروجرام قبل ما ننتقل بعد شوي لمسرحيتك بالتحديد عواد، واللي اسمها عن جد هيك مميز، رح نعرف تفاصيلها اكثر بعد شوي. البروجرام كيف رح يبلش؟ يعني قلت في موسيقى، في رقص، في مسرح، في كثير اشياء منوعه بيقدروا الناس يستفيدوا، كل واحد حسب هو شو بحب انه يروح يحضر. البروجرام تبعنا كل يوم ببلش الساعه 5 بعد الظهر مع يا اما طاوله مستديره يا اما ورشه عمل. نعم. في عنا طاوله مستديره بتحكي عن النفايات، الفرز من المصدر، وفي ورشه عمل بالرقص الارمني، وفي كمان طاوله مستديره حول مقاطعه اسرائيل بالفن، وفي كمان ورشه عمل عن الطبول الافريقيه. الساعه 6:30 كل يوم في مقطع موسيقي مع فنانين شباب مختلفين. الساعه 7 كل يوم في مسرحيه او مسرحيتين. نعم. الساعه 8 في ستاند اب كوميدي، على 8:15 في فرق راقصه، على الساعه 8:30 في مجموعه افلام قصيره، واخر يوم في في فيلم طويل. نعم. وبعدين كمان على الساعة 10 في فرق موسيقية. في فرق موسيقية. دونك لكن البرنامج منوع من كافة الجهات اللي بحب الناس انها تروحوا تحضر. هل الحضور مجاني ولا في تعرفة بسيطة يمكن لتشجيع هالشباب وعملهم؟ بطاقات مشكال هي 5000 ليرة بتخليك تحضر النهار كله، يعني تشتري بطاقة بتخليك تحضر النهار كله، فببطاقة واحدة انت قادرة تحضر 8 عروض، يعني 650 ليرة العرض. ماشي، ما بنشوفها ولا محل. صحيح. خلينا ننتقل شوي عوض لمسرحيتك اللي بتحمل عنوان مملكة الجرادين واللي رح تنعرض ليلة الافتتاح ب7 ايلول. خبرنا عن اول شيء بداية العنوان بحد ذاته، ليه مملكة الجرادين؟ يمكن بعض الناس تحسوا شوي نافر العنوان او مفاجئ، شو بتحكي القصة؟ اول شيء المسرحية سميناها مملكة الجرادين لانه الشخصيات يلي بالمسرحية هن جرادين. كيف صاروا جرادين؟ لأنه المسرحية بتحكي عن الأشخاص يلي هربوا من قرروا يهربوا من الواقع تبعهم، يلي العيشة بين الزبالة، العيشة بالظروف المناخية والتلوث والهواء اللي منه نظيف والغلا والفقر، فقرروا يهربوا لأنه الجرادين بيقدروا يتكيفوا مع العيشة بالزبالة ومع العيشة بالتلوث أكثر من البشر، فتحولوا ليصيروا جرادين. عم نشوف الأفيش تبع المسرحية. يعني اليوم هالجرادين هن عبارة عن عم بتجرب تفرجي مجتمعنا بطريقة غير مباشرة بشخصية الجرادين. عم نفرجي أشخاص أو أنماط من الأشخاص يلي ما بقى قادرين يعيشوا بالظروف اللي احنا عايشين فيها. الفقر، التلوث، الزبالة يلي ملي الشوارع، كل هيدول العوامل يلي نحن كبشر ما لازم نكون عايشين بهيدول الاشياء، فلما اذا تحولنا للجرادين يمكن يعني الشخصيات اذا تحولوا للجرادين قدروا يتكيفوا اكثر، قدروا يلاقوا اكل، قدروا يلاقوا شغل، قدروا يشتغلوا بالزبالة وبفرز الزبالة، فتعاملوا مع الحياة ومع ظروف الحياة بشكل أفضل لما بحالتهم كجرادين. خبرنا أكثر عن الممثلين، عن شخصيات المسرحية هيك بالتفصيل أكثر. بداية المسرحية هي ورشة عمل مكثفة على مدى جمعتين. بلشنا بأولها أنه نعمل نفكر شو الموضوع اللي بدنا نحكي عنه أو شو الطريقة الأمثل لنحكي عن هالموضوع لتوصلنا لفكرة الجرادين وفكرة الهروب من الواقع،
والمسرحية كلها بداية من التفكير والكتابة لحد العرض بتصير بفترة أسبوعين، يعني نحن كتابة النص خلص من يومين. نعم. فهيدي يعني دايماً على افتتاح المهرجان نحن بنقدم عمل معمول خصيصاً كرمال افتتاح مهرجان مشكال مع مجموعة من الشباب اللي بيكونوا هواة أو عبالهم يجربوا التمثيل والمسرح. في مجموعة جداً رائعة من الشباب يلي اشتغلوا بشكل جدي وشكل كتير حلو لحتى يكونوا على المسرح لحتى يقدروا يقدموا هالمسرحية. إخراجياً كيف تعملت مع القصة لأنك تنقل يعني هالجرادين بشخصيات إنسانية على المسرح؟ مبدئياً أنا جربت قد ما فيني ما أقرب من شكل الجرادين، ما يعني كلنا بنعرف شكل الجردون وشكل الفارة وما بحاجة لحتى نحط دينين أو نحط دنب لحتى نقول إنه هيدا جردون أو هيدا فارة. فخليت والجانب اللي عم بتناوله من الشخصيات هو جانب إنساني، فجربت خلي شكلهم كبشر بينما بيتصرفوا شوي كجرادين، بيتعاملوا مع الأمور بالقذارة اللي بيتعامل فيها الجردون بعيشته تحت بين المجاري وبين النفايات. اليوم لما نحضر مسرحية المسرحية هيدي بالتحديد، يعني شو العبرة أو الخلاصة اللي بنطلع منها أو اللي أنت أردت أنها توصل للناس؟ بفتكر أنه كل حدا حيلاقي شيء حتى هو ياخده من المسرحية، بس أنا الشيء اللي حبيت وصله كان أنه لازم شوي نتحرك، يعني لازم ما بقى نقبل بالواقع اللي نحن عايشين فيه. التأقلم مع الواقع منه حل، لأنه نحن بنكون عم نزيد الأمراض يلي عم بتفوت على جسمنا، عم نزيد يعني التأقلم مع الواقع بيزيده سوءاً ما بحسنه، منه حل. فالمفروض نحن شوي ننتفض، وهذا هو العنوان يلي بيحمله مهرجان مشكال هالسنة اللي هو بدنا نفضى. فنحن كشعب بدنا نفضى على أصعد كتير، على صعيد التلوث، على صعيد الأخلاق، على صعيد الفن، على مختلف الأصعدة البلد بدنا نفضى. خبرنا شوي عن التحذيرات، يعني قلت لي من يومين خلص النص، وهالشباب هن اللي هن هوات واللي طبعا هيدي فرصه لهم تنعطاهم ليقدروا يمكن يفرجوا مواهبهم او على القليله يتمرسوا اكثر على المسرح، كيف عم تشتغلوا سوا لتقدروا توصلوا ليوم الافتتاح جاهزين بشكل كامل؟ يعني التحضيرات مثل ما بيقولوا على قدم وساق للمهرجان وللمسرحيه، لانه المهرجان كمان بتم تنظيمه من قبل شباب، يعني مسرح المدينة بينتخب أشخاص من مختلف الجامعات اللبنانية لحتى هن يقوموا بتنظيم المهرجان تحت عنوان ملتقى الشباب لمسرح المدينة. نعم. بالنسبة للمسرحية نحن كل يوم عم نتمرن قد ما بنقدر وقت، لأنه مثل ما قلت لك هن أشخاص منهم متفرغين للتمثيل، هن عندهم شغل وعندهم جامعات وعندهم أشياء تانية، فقد ما بنقدر نلاقي وقت من خلال النهار وبالليل لحتى نتمرن على المسرحية عم نعمل هيدا الشيء لحتى إن شاء الله نكون نقدر جاهزين ليوم الافتتاح اللي هو بسبعة أيلول إن شاء الله. يعني خلينا نحكي شوي هيك على صعيد الفن، اليوم مسرح المدينة بنعرف قيمته التاريخية وقيمته الفنية، واليوم يمكن هو فخر لأي شخص أنه يطلع بالأساس على مسرح المدينة ويقدم أي عمل. أنتوا اليوم كشباب قدي عم بتكون فرصكم متاحة بلبنان؟ قديش اللبنانيين عم بيقدروا هيك نوع من أعمال؟ هل في تطور عم بتحسه مع الوقت؟ أول شيء بغياب وجود مسرح وطني، مسرح المدينة هو وطن بحد ذاته لأننا كأشخاص بيشتغلوا مسرح. فبنشكر الست نضال أشقر كتير على المبادرات يلي دايما بتعملها، بنشكر مسرح المدينة على تنظيمه لمهرجان مشكال سنويا، لأنه بغياب هيدا المسرح الوطني نحن ما عم نلاقي فرصة لحتى نعرض أعمالنا الفنية على اختلافها مثل ما قلت إلا بمسرح المدينة. المسرح دائما بيدعم الشباب، انا لي فتره طويله بشتغل بمسرح المدينه ومتطوع هناك، فدائما في دعم للشباب، دائما في مثابره على انه ما حدا يجي يدق باب المسرح لحتى يعرض عمل ويقولوا له لا. فهيدي كثير شغله نحن بنعتز فيها وبنشكر مسرح المدينه عليها. نعم طبعا، يعني تنحكي شوي هيك عنك كمخرج، هذا مش اول عمل لك، هذا العمل الثامن، سبق وقدمت عده مسرحيات اخرى، خبرنا شوي عن المسرحيات اللي قدمتها، كانت مختلفه، كانت دائما باعمالك بتهدف لشيء معين، يعني مسيرتك لهلا كيف اختلفت؟
أنا بلشت دراسة الجرافيك ديزاين بالال اي يو، وبعدين هونيك بقلب الجامعة شوي شوي بلشت أشتغل مسرح، فحولت من ميجر لميجر تاني اللي هو كوميونيكيشن ارتس الفنون التواصلية. وخلال دراستي بالجامعة أخرجت عدة مسرحيات، وبعدين بس فلت من الجامعة كمان، خصيصا أنه اللي 5 سنين بدير مهرجان مشكال، على الافتتاح كنت عم بعمل مسرحيات، فهذا العمل الثامن لإلي. عملت أيوبي، عملت كازينو الأنس، عملت بورديلو مرزوقة، طيور النورس، صدور العمات، سفرجل، وأول كن في حل، وكلهم أعمال يعني عزيزين على قلبي، ومواضيعهم طبعا مختلفة لأنه كل عمل عنده خصوصيته، أكيد كل عمل عنده هدف ورسالة. أكيد. بدي أرجع شوي للمهرجان، مهرجان مشكال، ونحكي شوي عن المسرح هيك بالتفصيل، إذا بتقدر تخبرنا عن المسرحيات المشاركة، تالعالم تعرف يمكن اهتماماتها اللي عم تحضرنا، تحب تروح تشارك بنهار معين أكثر نهار تاني، هيك نمرق بشكل سريع عليهم. نحن يوم 8 أيلول في عنا مسرحية فيستا سيركس من جامعة الكاسليك، يلي بيشرف عليها دكتور فائق حميصي. بتسعة أيلول في مسرحية مش مسرحية من سنوات الحريري بصيدا، في بعشرة أيلول كمان مسرحية عزيمة لسانات من الـ LAU، وبحداش أيلول يوم الختام في مسرحيتين من الجامعة اللبنانية، امرأة وحيدة وشور ثينج. ففي 5 مسرحيات خلال المهرجان بالإضافة لمسرحية الافتتاح، يعني 6 مسرحيات. وأكيد بروجرام المهرجان موجود على كل وسائل التواصل الاجتماعي، الناس فيهم يفوتوا على مشكال فيستيفال على فيسبوك وإنستغرام وتويتر وكل وسائل التواصل الاجتماعي. وأكيد فيهم يفوتوا على ويب سايت والسوشيال ميديا تبع مسرح المدينة، بلاقوا البروجرام تبع المهرجان كمان. عوض، كيف بيتم اختيار الأشخاص اللي بيشاركوا بالمهرجان، إن كان على صعيد الغناء أو على صعيد المسرح أو غير شوز مشاركين أيضا؟ هل في نقاط معينة مفروض، يعني شروط معينة يستوجبوها؟ نحن كل سنة قبل ما نبلش المهرجان يعني تقريبا بشهرين نطلق استمارات لحتى الشباب يلي عندهم أعمال فنية وعبالهم يشاركوا بالمهرجان بيقدروا يعبوها، وبيوصلنا عدد كتير كبير من الاستمارات لنصفي منه الأشياء اللي بتشارك معنا. بتتشكل لجنة مثل ما قلت من مختلف الجامعات، شباب هن اللي بنقوا، والفرضية اللي من خلالها من نقي المسرحيات والأعمال اللي بدها تشارك هي التنوع. منجرب قد ما فينا يكون في تنوع لحتى الناس تقدر تشوف اختلاف أكثر ما ممكن بالأعمال الموجودة، يعني اختلاف بأنماط الموسيقى، اختلاف بأنواع المسرح، اختلاف بالمواضيع اللي بتطرحها الأفلام وإلى آخره. حبيت أنه في كمان جامعات مشاركين وثانوية أيضاً. مزبوط. هيدا شيء كتير حلو فعلاً، لأنه عم تعطوا كمان فرصة للأصغر سناً أنهم كمان يكونوا عم بفرجوا مواهبهم. أنا بدي أرجع أكرر لكل اللي عم يحضرونا أنه لكن ليلة الافتتاح رح تكون بسبعة أيلول، بيرجع بثمانية، تسعة، عشرة، وحداش أيلول، بتبلشوا من الساعة 5 وبتخلصوا الساعة 10 بالليل. بتخلص الساعة 11 بالليل. الساعة 11 بالليل صح، ولكن آخر عرض الساعة 10 بيكون. وطبعاً خلينا نرجع نذكر أنه التيكتس أقل من رمزية واللي هي 5000، وبيقدروا بهيدا التيكت يحضروا النهار كامل. عوض، أنا بدي لك ثانكيو لوجودك معنا اليوم، بالتوفيق على المهرجان، وإن شاء الله هيك منضل نشوف المسرح اللبناني دائماً بتألق. شكراً لوجودك معنا اليوم. مشاهدينا رح نتوقف لحظات قليلة مع بريك علينا، خليكن معنا لأنه بعد البريك برنامج أحلى صباح متابع مع لقاءاته الحوارية. منتابع مشاهدينا بصبحيتنا وتحية صباحية لكم من جديد، نحن وياكم مستمرين بمجموعة لقاءاتنا وحواراتنا لليوم. سهى زعيتر المديرة التنفيذية بمؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيري بتنضم لنا لنتعرف على أجدد نشاطات. سهى صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك معنا. بداية بدي منك للناس اللي ما بتعرف عن مؤسسة بنك الغذاء اللبناني الخيري، يا ريت ترجعي تعرفينا عنها. أوكي. جمعية بنك الغذاء اللبناني هي جمعية تحارب الجوع والفقر بلبنان. نعم. تأسست عام 2011، اجت الفكرة من مصر، هي الفكرة عالمية. نعم. وانتقلت على لبنان ب 2011. الجمعية بلبنان لازم يكون عندها علم وخبر، إفادة بالأعضاء ونظام داخلي وأساسي. نعم. بلشنا شغل على الأرض عام 2012. بلشنا مع مطاعم، أوتيلات، إيفنت بلانرز، إنه الأكل اللي بيبقى بهالأعراس بهالمناسبات وين بيروح؟ فكان معظم الأشخاص كان إجابتهم كانت عم تكون إنه عم ينكب.
سو نحن هدفنا انه هيدا الاكل اللي بعده بحاله جيده ما نكبه ونساعد فيه اشخاص بحاجه له او عم ينبشوا عليه بمحلات مش منيحه صحيا لهم. نعم. سو مضينا كونترا مع هدول الاشخاص لحتى نحمي لهم حقوقهم بالبدايه حتى يقدروا يتبرعوا بهيدا الاكل ويكون ضميرهم مرتاح انه نحن المسؤولين رح نكون عن سلامة الغذائيه. من وقت ما يوصلوا الشباب على التيم اذا بدك البانيس فود بانك تيم على المطبخ ويبلش توضيب الاكل عم يتوضب بطريقه للسلامة الغذائيه، كل صنف لحاله عم يتوطب وينبعث. قبل ما اروح على اليه عملكم سهى، الهدف الاساسي هو اعاده توزيع الاكل اللي بيبقى على طاولات المحلات الكبيره بعد العرس والى اخره. عندك نسب عن كميه الاكل اللي بتفضل عندنا بلبنان؟ لانه اليوم في كم يعني بنسمع انه في كميه هائله من الاكل بتنكب على عن موائدنا، في نسب معينه، في ارقام معينه؟ هلا استدي اذا بدك دراسات بعد ما حددت اكزاكتلي قد ايه عم بيكون في نسب. نعم. بس عالميا ثلث الاكل عم ينكب. سو الاكل اللي عم ينكب عالميا في طعمه الناس الجائعه بالعالم مرتين ونص. سو فينا فنحن عندنا نفس الوضع بلبنان بلبنان يعني. وخصوصا انه اللبناني كريم ونحن هيدي بنعتز فيها هيدي هيدي الميزه. يعني دائما اذا عندنا خمس ضيوف بنعمل اكل لثمان ضيوف. مزبوط، لانه العين لازم تشبع قبل. صحيح. قبل التم. سو نحن كرمنا اللبناني عم بفيدنا بمحل بس عم بيضر ناس بحاجه. تماما. وفي اشخاص بلشت اذا بدك تعرف انه نحن فينا بهذا الاكل الزايد فينا نساعد عالم اكثر. نعم نعم. وفي نسبه عن الناس اللي فعلا بحاجه لاكل، يعني بغض النظر عن الاحتياجات الثانيه اللبنانيه، هل يعني الناس اللي فعلا مش قادره تامن الصحن اليومي تبعها، في نسبه معينه في عنا ارقام؟ نحن ب 2006 انعملت دراسه كان في نسبه فقر بلبنان 28.6%. اوكي. باواخر 2016 مع كذا سبب انعمل دراسه كمان وصلت النسبه ل 37.5%. و 400,000 لبناني فقط لبناني عايشين ما دون خط الفقر، يعني تقريبا ب 2 دولار ونص بالنهار ليأمنوا اكلهم شربهم معيشتهم. يعني بالتالي ب 2 دولار ونص مش قادرين نأمن انشأ ترويقه اذا عم نحكي عن عائله، يعني مزبوط. حتى ما بتتأمن الترويقه بلبنان ب 2 دولار ونص. سهى بتوضبوا الاكل بترجعوا بنرجع على الاول بتنظموه وبتوزعوه على العيال، خبريني كيف بتصير الخبريه. مثل ما ذكرت قبل نحن بنوضب الاكل اكيد كل صنف لحال، وقبل تنرجع شوي كمان لورا نحن كل فريق العمل اللي عم بيروح يوضب الاكل عم بيكون عم يخضع على دوره للسلامه الغذائيه حتى نعرف اكزاكتلي شو اللي لازم يتاخذ، شو اللي بدر، شو اللي بينتزع. تمام. شو اللي شوي خطر حتى يبقى معنا او نوصله للجمعيه. بيتوضب هذا الاكل، بينعمل وصل انه نحن استلمنا من هذا الشخص هالقد تبرع، وبينبعث بسيارات مبرده، وهيدي اهم شغله انه نحن بنستعمل سيارات مبرده لنحافظ على سلامه الاكل اللي موجوده معنا. ونحن مبدانا بنشتغل عليه انه نحن كيف بنقبل ناكل ببيوتنا بدنا نطعمه غيرنا. نعم. يعني انا ما بقبل يمكن اكل صحن مخبص او حدا اكل منه، نفس الشيء نحن كل شيء اكل مش متاكل منه يعني بعده على البوفيه او بعده بالمطبخ. صحيح. نحن هذا الاكل بنوضبه وبنبعته للجمعيه. بكل الاحوال يعني في كثير بلايات بتبقى ما حدا بيستعملها بالبوفيهات الكبيره. مزبوط. او حتى اذا بنحكي عن الاشياء اللي بتجي قطع قطع، يعني هذه كمان فينا نرجع نوضبها بسهوله. مين الناس اللي بيستفيدوا من خدمتكم سهى؟ نحن هلا حاليا عم نشتغل مع 70 جمعيه. قررنا نشتغل مع 70 جمعيه لانه هدول. نعم. الجمعيات صار لهم كثير زمان على الاراضي اللبنانيه وبيعرفوا اكزاكتلي عندهم الداتا للعيال اللي بحاجه، مزبوط، بحاجه لاكل، بحاجه يمكن للبس، بحاجه لتعليم. سو نحن عم نستفيد من خبره هدول الجمعيات وعم نتعاون مع بعض حتى نوفر وقت ومجهود لهدول الاشخاص لنوصل لهم باسرع وقت. نعم. سو تعاملنا دايركت مع الجمعيات وخلالهم عم نوصل المساعدات اللي عم نوصلها للمستفيدين. للناس اللي مستفيدين. مؤخرا كان عندكم جناح بنادي فقره لزياده الوعي عن اهميه هذا التبرع، خبرني عن مشاركتكم. بتعرف مثل كل سنه ومثل كل صيفيه فقره تعجق كثير، وكان بهمنا انه نحن نكون موجودين بنادي فقره حتى نوعي ونعمل شويه اويرنس للعالم عن عن شغلنا، عن وجودنا، لانه في اشخاص بهمها تعرف انه في فود بانك بلبنان وبيقدر يساعد. بهمنا كمان نفرجي العالم انه نحن بلبنان عم نواجه مشكله حقيقيه عن الجوع، عن الفقر، وعن الهدر اللي عم بيصير. نعم. فهيدي هي كانت رسالتنا
بوجودنا بفقرة كلب. هذه الرسالة اللي وعيته من خلالها كل الناس على 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 أهمية أنه فعلا نوزع الأكل اللي موجود عندنا وكيف فعلا يستفيد منه الآخرين. خبريني عن التفاصيل، شو صار بفقرة؟ عم نشوف البالونات اللي كانت موجودة كمان. نحن طلعنا وعملنا اتفاقية أو تعاون مع جمعية أطيب الريف. مثل ما بتعرف الجمعيات حتى إذا بدها تعمل فاندريزنج أو تجمع متبرعات لازم يكون عندها شيء تبيعه، يعني إن كان أشغال يدوية إن كان عندها أيتم بدها تبيعه. أيتم مزبوط. سو نحن بليبانيس فود بانك نحن بعد ما وصلنا لهي المرحلة، وفي عندك جمعيات أوريدي مثل ما قلت لك اوريدي موجوده على الارض وبتشتغل، وعندها شغله وعندها مزبوط. طيب الريف هيدا مش اول تعاون نحن وياه، هيدا ثاني تعاون تعاوننا معهم على عيد الميلاد، وهلا هيدا ثاني تعاون اوريدي بتشجع النسوان اللي موجوده بضياعهم يعملوا المنتوجات المشهوره بالمناطق الموجوده عندهم وينزلوها على بيروت ويفرجوا العالم انه موجوده. موجوده بلبنان وبعدها في ناس بتقدر تعملها professional wise. طبعا سو بهالطريقه نحن اذا بدك ضوينا على هذا الموضوع بطريقه ما، بلس جمعنا كمان تبرعات والعالم دعمت جمعيتنا من خلال هذا الموضوع. نعم، فصارت هذه التبرعات لحتى تدعم فعلا الجمعيه تقدروا تستمروا. اليوم الناس اللي منهم اصحاب محلات كبيره، بركي عندهم مطاعم صغيره، بركي الناس اللي ببيوتها لاوقات بتعمل عشاء شوي كبير، كيف فيها تتواصل معكم؟ كيف فيها تعمل لحتى تكون هي ايضا مشاركه ب بعملكم؟ مزبوط. نحن بيجينا كثير اتصالات صراحه انه نحن كان عندنا عزيمه وبالبيت وبقي عندنا كثير اكل. نحن اول نصيحه بنقول لهم انه هذا الاكل فيه يتوزع على يعني اهل البيت اذا ما رح ما في عندنا حدا نعطيه، بلس في عندنا ناطور البنايه، في عندنا يعني اهل المنطقه. في ناس بحاجه، يعني دائما فينا نلاقي بمحيطنا ناس اللي بحاجه لهذا الاكل. حتى اذا رحنا كمان على مطعم وطلبنا دائما نحن في اشخاص بتستحق انه نحن ما ناخذ هذا الاكل الباقي انه عيب شو بدهم يقولوا عنا، لا هذا حقنا انه نحن دافعين هذا الاكل. نحن دائما بنعمل توعيه انه لا اطلبوا هذا الاكل تاخذوه معكم. نحن راجعين على البيت في ناطور بنايه في في حدا على الطريق هلا، يعني للاسف في كثير اشخاص قاعده على الطريق، فينا بدل ما نعطيهم مصاري نعطيهم اكل وبينبسطوا فيهم. حتى نحن ببيوتنا يعني رح نرجع من الغداء رح نجوع بعد ساعه ساعتين، سو كمان هيدا بيكون موجود حتى ما كمان نرجع نصرف اكل. بكل احوال هيدي ثقافه وهيدي طريقه حياه وهذا تعبير عن الذات وعن كل وعن كل شخص بدوره. يعني كل الاديان السماويه بكل احوال بتدعي للحفاظ على على الاكل ولاعاده توزيعه بطريقه كثير هيك فيها من العدل والانسانيه. وغريب انه اوقات بيكون في ناس قراب منا، حدنا مش كثير بعاد عنا، فعلا بحاجه لهيدي الكميه من الاكل ليقدروا يكفوا نهارهم. تماما، مثل ما بقولوا الفضل للفضيل. أكيد. يعني هيدا أكيد. هيدا مثل لبنان بيقول لك يعطيكم الف عافيه سهى بكل شيء عم تعملوه. فعلا هيدا البعد الاجتماعي عند جمعيتكم والفكر خلينا نقول شوي جديد، يعني بتعاطينا مع فضلات الاكل اللي موجوده باعراسنا بيومياتنا ببيوتنا باشغالنا. كلنا بدنا نرجع نفكر بهذا الموضوع اكثر واكثر. اهلا وسهلا فيك المديره التنفيذيه ببنك الغذاء اللبناني الخيري سهى زعيتر، شرفتينا. شكرا لك. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا عم نتابع بصبحيتنا، نحن وياكم رح نروح عن لتقرير عفوا عن توزيع الشهادات للطلاب المصابين بالسرطان الناجحين بالامتحانات الرسميه. بنتابع سوا ونرجع ايضا الى مزيد من اللقاءات والحوارات، خليكم معنا. فرحة النجاح عنا على طول فرحة، بس خصوصي هيدا اليوم لأنه نحن بمركز سرطان الأطفال عم نحتفل بفرحة الطلاب اللي كان عندهم صعوبة خاصة، كان مرقوا بفترة صعبة هي مرضهم وقدروا إن شاء الله ربحوا ونجحوا بالامتحانات الرسمية، بس كمان ربحوا معركتهم ضد المرض. واجباتنا بوزارة التربية وكتربويين أنه نتابعهم على طول تنقدر نأمن فرص بالحياة، مثل ما المركز أمن لهم فرصة متابعة وتحدي الحياة نحن نأمن لهم فرصة متابعة تربوية. هيدي فرحة للتلاميذ، فرحة للأهالي،
وهون بدنا نشكر ونهني رئيسة مجلس أمنا مركز سرطان الأطفال الست نورة جنبلاط، بس كمان فريق العمل التربوي والصحي اللي تابع الأطفال. نحن كتير 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 فخورين فيهم، يعني هول الأولاد تخيل انه عم بيواجهوا مرض كتير خطير، وبنفس الوقت عم بيركزوا على اللي ما بعد المرض لما يشفوا، وبدهم يكفوا علمهم وبدهم يعملوا كل شيء اللي هن بدهم يحققوه. فنحن كتير فخورين فيهم وبأهلاتهم. يعني هلا نحن نسبة شفاء عند الاولاد اللي عندهم اورام سرطانية توصل لل 80% تقريبا. فالهدف من وراء اي ولد اللي بده يتعالج انه يتخطى هذه المرحلة وانه يصح وانه يعيش حياة طبيعية. لحتى يوصل لهون، لحتى ياخذ العلاج المناسب، بده يكون طبعا نحن قادرين نوفر له هالعلاج، ان كان طبيا او ماديا. وهالشيء بيتطلب التعاون بين المجتمع اللي هو اكشلي عم يعمل التبرعات، بين المركز الطبي، مركز الجامعه الامريكيه اللي عنده احدث التقنيات والدكاتره المتخصصين وطاقم الممرضات اللي متخصص باورام الاطفال. فكل هيدا الانفايرمنت لما تتوفر ومع البرسيستنس والمثابرة تبع الولد وتبع الأهل، هيدا هو الشيء اللي بيودينا نقدر نتخطى هيدي المرحلة وحتى نوصل الولد لمحل ما بده يوصل. وطبعا مع الدعم تبع وزارة الصحة ووزارة التربية هذا أساسي جدا حتى نقدر نشتغل كلنا سوا لحتى نحقق هيدا الهدف. يوم أنا عم بتخرج مع السن جود وأنا مخلصة يعني هون علاج، وطبعا يعني وصفه ما بتن يعني فرحه ما بتنوصف انه نحن عم نقدم عند ناس ننتمي لهم، عند عائله تانية نحن هون مثل بيتنا. يعني الواحد بس يكون عنده امل لازم يعطيه لغيره، لانه بدون الامل اصلا ما في عيش. لازم يكون عنده صبر وايمان وامل اكيد تكفي ويتخطى كل شيء صعوبات بيصير معه بالحياه. اليوم نحن موجودين هون لحتى نفرج العالم كله ان نحن كنا قد المرض وكنا اكثر، والحمد لله انا شفيت وفي غيري حيشفى كمان، وقدمنا وهلا جايين نحتفل بتخرجنا، وان شاء الله الكل بينجح كمان يا رب. ناوي ادرس education for special needs لحتى ساعد كمان المرضى يعني اللي يكونوا محتاجين، وان شاء الله بقدر اكمل بهالشيء بقدر شارك كمان هون فولنتير بالسنتر وحتى أكون حد رفقاتي كمان. بدي أول شيء أشكر عن جد مركز سرطان الأطفال كل واحد فيهم، لأنه من وراهم أنا قدرت أوصل لهيدا المرحلة، قدرت عن جد أنه أتخطى المرض وأتخرج هلأ وكفي جماعتي. بدي أقول شوي لكتير أولاد أنه رح يصيروا مثلنا محلنا هلأ عم يتخرجوا، الحياة بعدها رح تكفي قدامهم، ونحن كلنا أولاد هلأ وبعد عنا كتير إشياء ناطرتنا مفاجآت ورح يتعلموا كتير من هالإكسبيرينس. كتير مبسوطين والله منستحقوا، عشان نحن كتير اشتغلنا على حالنا بهالفترة لنوصل لهالمراتب العالية، وتخطينا كل سوء والحمد لله على كل شيء. مع الإصرار ما في شيء مستحيل، وأنا كتير مبسوط بنجاحي وإن شاء الله ضلي مكمل بدرسي وهيك وإنجح. نحن قوية وحنضل قوية، مش حنغلي مرض يتغلب علينا، نحن حنتغلب عليه. بتشكر كتير المركز على اهتمامه فينا وكل شي بيعمله عشان نضلنا مبسوطين. الهدف نطلع العالم من الحزن اللي عاشوه بثلاث سنين ونص لمدة أربع سنين، هيدا هو الهدف. البيت التاني هو إنه نحن عم نضحك الأولاد يلي صح إن مش عارفين بس إنه عم بيضحكوا، وكمان قطعوا لفترة 3 سنين ونص 4 سنين بمرحلة حزن كبيرة كتير. كتير حلو، بشي بكبر القلب، ونحن الحمد لله مبسوطين وكلنا الحمد لله مبسوطين معنا. أكيد فرحة كبيرة ما بتوصف. الله يشفي الأولاد كلنا ويعطون العافية، ونوجه تحية لأصحاب المركز السن جود والقيمين عليه من دكاترة وعاملين، وخاصة لمدام نورة جنبلاط، ونحيي الأهل كمان لأنهم الداعم الأول والأخير للأولاد. الله يشفيهم. اليوم عم بتخرج 29 طالب وطالبة للحقيقة تفوقوا على المرض بقوة إرادتهم وثبروا في الدراسة ونجحوا بالامتحانات الرسمية إذا كانت بروفي ولا بكالوريا، ونتمنى لهم كل توفيق.
ونحن حدهم دايما. ميرسي على كل شيء. عودة لكم مشاهدينا، طبعا بدي ادعي الجميع انه يتابعنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيسبوك تويتر وانستغرام على احلى صباح. اما هلا فرح نتابع حواراتنا لقاءاتنا الحواريه، وطبعا الفن هو جزء كثير كبير من موضوعات برنامج احلى صباح، وبيصيرنا نستضيف معنا هلا السيد نديم محارب مخرج وكاتب مسرحي. اهلا وسهلا فيك استاذ نديم. شكرا، يعطيك العافيه. حضرتك موجود معنا اليوم تنحكي عن مسرحيتك الجديدة اللي بتحمل عنوان التاريخ يعيد نفسه، وهيدي المسرحية عم تنعرض على مسرح غريفة الرسمية بمنطقة غريفة بمنطقة الشرق. نعم. بالبداية خبرنا هيك شوي عن عنوان المسرحية، عن الأهداف من تبع المسرحية والقصة اللي بتحكيها. وهي شكرا لكم أنه أتحتوا فرصة لنا أنه نحكي عن المسرح، العمل المسرحي والتشجيع الجيل الجديد على انه يحب العمل المسرحي، خاصه في الايام هاي اللي طغى فيها غزو ثقافي على بلادنا بشكل عام وعلى شبابنا. نعم. فالمسرحيه هاي طبعا هي او نعتبر المسرح هو يعني المنبر الالطف اللي يوصل الرساله للناس، خاصه انه في فكاهه وفي اغاني، فتلطف الناس تسمع الرساله من خلال طبعا فكاهه واغاني. القصة تبع أو النص تبع المسرحية طريق بيعيد نفسه بتحكي عن ضيعة قديمة لبنانية من شي 200 سنة تقريبا. نعم. كيف كانوا الناس هذيك الأيام طبعا عايشين تحت الحكم العثماني، الحكم التركي، وبالتالي كان في جبايل ضرائب وكان في صخرة، ويقتل شبابنا حروب مش حروبنا طبعا. فالمقصود من الرسالة هي أنه هل نحن بعد 200 سنة غيرنا عقليتنا؟ غيرنا ثقافتنا أو بعدنا مثل ما كنا كلبنانيين؟ ثم لو صار في تحديث، صحيح في تحديث نعم، لكن هل العقلية تغيرت؟ هل في حضارة جديدة أو حضارة نقول اتطورت مع الأيام 200 سنة؟ نعم. فنحن مش شايفين هيك، عشان هيك طبعا مش هيك كان العنوان أنه التاريخ بعيد نفسه. نعم. حتى يمكن حكيت عن الكهرباء أنه 200 سنة ما كانش في كهرباء، هلا ما في كهرباء. يمكن تغيرت الظروف ولكن النتيجة كانت بتكون نفسها للأسف. صحيح. قبل ما ندخل بعد هيك بتفاصيل المسرحية أكثر، حابة أعرف كيف بلشت فكرة أنه تعملوا مسرح بالضيعة وتبلشوا كل سنة عن سنة تقدموا مسرح جديد وتشاركوا أهل الضيعة وهالشباب الصغار كمان بالعمل الفني؟ الحمد لله أنه لقينا في شغف عند الناس، في حب العمل المسرحي، وحتى صاروا الهواة أو اللي عندهم حب التمثيل يتصلوا فينا أنه نحن نتمنى السنة الجاية كمان تشاركونا في المسرحية اللي جاية. فبلشنا من أكثر من شيء 30 سنة، مش 40 سنة تقريباً، بلشنا في أول مسرحية وبلشنا مستمريت كل سنة. والحمد لله أنه حبوها الناس يعني. بالنسبة للمسرحية، الأشخاص أو الشخصيات اللي مشاركة مين هن؟ طبعاً ذكرنا من شوي أنه هن كمان أهل الضيعة. نعم. اللي عم بيمثلوا واللي يمكن بطلنا فينا نعتبرهم هواة قد ما يمكن صار عندهم هالشغف الكبير، عم بيكون أدائهم. نعم. رائع. نعم. على المسرح في ناس تقريباً اللي عمرهم 30 سنة على المسرح، صار في عندهم يعني مثل أقول بيأكلوا المسرح أكل يعني. حتى عندهم إمكانية الارتجال، إذا في ثغرة، إذا في شغلة يمكن غلط أو نسي كلمة من النص، في يرتجل ويعطي شيء أجمل صار. هون عندهم خبرة. حتى الجداد اللي من 5 سنين أو مش 4 سنين كمان وجدنا أنه في عندهم. هل قد المسرحية بتحمل أعمار من الصغير للكبير؟ المسرحية هاي بالذات لأنه كانت القصة عن أو اللعب كان بساحة ضيعة. نعم. وساحة الضيعة من 200 سنة كان فيها أطفال بيلعبوا ألعاب جسدية طبعاً، الأيطة والغميضة وخطاف العلم والبزر المشمش، الأشياء القديمة يعني. وكان نفس الوقت في ختيارية قدام الدكاكين بيقعدوا
بيلعبوا بالطاوله بالدامه وبيتصايروا بيحكوا، وفي ناس طبعا فضوليين بتسمعوا عنهم من الشبابيك بيعرفوا شو عم ينحكى. بعضهم لليوم هاي ما تغير شيء صحيح، بعضهم موجودين مش هناك تاريخ بيعيد نفسه اكيد. فالقصه كانت حول انه احتجنا شباب صغار عمرهم 11 سنه و12 سنه، واحتجنا كبار عمرهم 60 سنه حتى ما يطلعوا في المسرحيه هاي. حلو. يعني لأن كله مساحته الضيعه. نعم. وجبنا نماذج للديكور من الضيعه نفسها، ان كان جسور او بيوت قديمه او دكاكين قديمه، وحطينا حتى الاكسسوارات المسرح من اشياء قديمه مثل غربال وسلال وغيره. نعم. يعني استعنتوا بالموجود كمان بالضيعه. نعم، جبنا من الموجود بالضبط. نعم. بالنسبه للاخراج كمان حضرتك كاتب ومخرج هيدي المسرحيه. اي نعم. خبرنا شوي اخراجيا كيف اشتغلت، شو كانت الرؤيه اللي وضعتها لهالعمل. نعم، احنا عاده بالمسرحيات السابقه من زمان كنا ما عندنا مخرج، فكنا نضطر نتخيل كيف ممكن تكون الحركه على المسرح، كيف تكون اللهجه على المسرح، او حتى يطلع شيء قريب للطبيعي يعني. هلا في سنتين مضوا ساعدنا احد زملائنا ومن ضيعتنا كمان في الاخراج. السنه هاي ما كانش موجود، عنده كان سفر وعنده شغل، فطبعا كان فيها اكثر تعب لنا انه نعمل نحن الاخراج. فاستعنا مع بعضنا، مشرف على الاخراج كنت، وساعد ببعض الحركات، بعض بتعرفي اللهجه اللي ممكن نحكيها. أكيد. والحمد لله تمت بشكل معقول جدا. ككاتب هالمسرحيه عم بترجع على 200 سنه لورا، على شو استندت بالارشيف بالبحث تبعك لتكون طبعا موضوعيه؟ نعم، رجعت لبحث تاريخي من خلال كتب الجوجل احيانا حتى اجيب الحقائق هاي، انه كيف كانت هذيك الايام العالم عايشه، وكيف كانوا يرزحوا تحت حكم تعبهم بالضرائب، تعبهم بالصخره. فكانوا اساسا كانوا هن تعبانين قرى، وبتعرفي مزارعين وعايشين على انتاج الارض، على انتاج الحيوانات اللي عندهم، فانجا يعيشوا يعني، وكانوا يخلفوا كثير هذيك الايام اولاد حتى يساعدوهم بالزراعه، فياخذوا كانوا على الراس يعني، كان الجبايه الضريبه على الراس او بسموها الميري. يعني في كتير تفاصيل هيك قديمه حلو الواحد يشوفها بهيدا العمل. بدي ادوي على شغله كتير مهمه، انه اليوم بالبلدات البعيده او يمكن اللي ما كتير الناس بتزورها، مثل يمكن بلده غريفه، يمكن هي منطقه معروفه بالشوف ولكن بعيده شوي، شي 50 كيلو عن بيروت، يعني اليوم قدمهم انه يكون في اعمال فنيه بالضيعه بتنمي هالشباب، بتخليهم يبتعدوا عن الافات البشعه بالمجتمع. يعني صحيح. شو الهدف من هالعمل بالتحديد لتنميه الشباب اكثر واكثر؟ الهدف اول شيء هدف ثقافي، نعلمهم انه المسرح لازم يستمر، لازم نغذي فيهم روح حب المسرح حتى بعدها نحن يجي ناس يكملوا. اول شيء عم يعني بيكون رساله، ثاني شيء هو تسليه كمان طبعا، العالم بتحب تتسلى بالمسرح. ثم انه في شباب كثير بيجوا بيتفرجوا على البروفات، عم نجمع شباب من الشوارع يمكن اللي شفتوا سياراتهم ورايحين وجايين حتى يشوفوا بروفاتنا. يعني احنا اثناء البروفا ما يعني بنرحب بكل واحد، تسمحوا للعالم يشوفوا بالضبط. فبالتالي بتشوفي هالناس هالشباب الصغار بل ما يروحوا على الطرقات بيطلعوا بيتفرجوا على البروفا شهر ونص تقريبا شهرين، عم نجمعهم يشوفونا. نعم. وبيحبونا، وحتى كتار منهم بتخلق فيهم روح بيقول لك او الشغف لان يعملوا هن تمثيل في المستقبل. نعم. يعني اثناء التدريب بيكتشفوا يمكن موهبه جديده او حب جديد ما كانوا. بالاضافه الى انه المسرح بحد ذاته او المشاركه بالتمثيل هي نوع من علاج نفسي لبعض. صحيح. الاشخاص اللي يمكن عندهم هيك انكبات بمحل معين او حزن، يعني هو نوع من ثيرابي كمان. صحيح. المسرح. صحيح. عشان هيك كان كذا واحد او وحده اثناء التدريب انه عمو خليني استنتج ادخل معكم. يعني انه هن كانوا مبسوطين بالتدريب. حابه اعرف يعني لما تبلشوا تعرضوا المسرحيه مشاركه الاهالي الضيعه، هل بيجي من الضيعه المجاوره كمان بيحضروكم؟ نعم. كيف بيكون الحضور؟ عاده لما نعمل الدعايه للمسرحيه نحط بوسترز في الضيعه المجاوره، وبالضيعه عنا اكيد الكل رح يجوا يعني او اغلبيه رح يجوا. يعني نحط 1000 كرسي بتعبوا 1000 كرسي برياحة يعني، لأنه اللي عم يمثلوا أولادهم.
طبعا وكل انسان مستخدم ولاده ف بيعملوا شيء حلو كل الاحوال يعني حتى مش بس يستخدمون لانه ولادهم لانه نعم. في اداء جيد يعني من شوي كنا عم نحكي مع ضيفنا عن مهرجان مشكال بمسرح المدينة وهالمهرجان اللي بيقدم مواهب جديدة وبيفتح المجال لمواهب جديدة نعم. ولا مرة فكرتوا كضيعة صاركم 40 سنة بتعملوا مسارح انكم تقدموا وتشاركوا ببيروت من خلال هيك مهرجانات بتعطي الفرص لمواهب جديدة وفرص جديدة اثرتي موضوع هلأ انه انا مسافر من 40 سنة وبيجي بالصيف وبتمدوا علي في انه كل سنه بتجي بالصيف في كرمال مسرحيه نعم شجع الشباب والصبايا هلا الحمد لله تقعدت هلا قاعد على طول صار سنه تقريبا قاعد هلا ممكن نفكر بيه نطلع من الضيعه يعني حلو لانه يعني هالشباب بعد بحسوا بشغف اكبر وباندفاع اكبر اذا حسوا مسرحيتهم ما عم تبقى على مستوى ضيعه انما عم تنتقل الى اماكن ابعد نعم هذا الشيء اللي حكينا فيه اكثر من مره خاصة الصيفية هاي انه طالما احنا قاعدين هلا في مجال انه ننفتح اكثر نروح لمحلات ابعد ليش لا اكيد بدي احكي معك شوي طبعا انت مش هيدا اول عمل لك لك عندك اعمال اخرى كثيرة وفي عمل هيك لفتني عنوانه ضيعة ضايعة اللي رجعنا شفناه اسم مسلسل انعمل بعدين بسوريا خبرنا شوي هيك عن الاعمال كيف تنوعت مع السنين كيف تطورت كيف بتختار مواضيعك بالاساس يعني ضيعة ضايعة عملتها من شي 37 سنة لما كان في يعني الحرب الاهلية في لبنان فتخيلت انه العالم كيف كانت بالشوارع الشباب يعني اللي حشش مثلا اللي ياخذوه على الحرب نعم. اللي يدفعوا له مصاري حتى يقتل خيه مثلا فشعرنا ضاعت الطاسة ما في نظام لاي شيء انه لبنان يقتل خيه فقصه كانت او الطاسة كانت ضايعه نعم. فعملت قصه عن الموضوع هذا عن كل شوائب المجتمع عن كل مشاكل مجتمعنا هذيك الايام وشعرنا حتى الضيع معش عنده القيم الاجتماعية للضيعة اللي كانت بالأول فعشان هيك سميناها الضيعة ضيعة نعم كيف تنوعت المواضيع يعني هيك بشكل سريع يعني ممكن كشفنا مسرحيات تكون عن الحب مثلا مسرحيات عن الطفولة ما بعرف يعني مواضيع معينة أصلا كل مسرحية عملناها كان فيها حب قصة حب دائما وتنتهي ب بنهايه سعيده ولا مره مش النهايات السعيده ولا مره طلقوا ما بقبلنا سلبيات بدي داوي على موضوع اسالك عنه هو حضرتك ككاتب فكرت شي مره او ممكن بتشارك هالممثلين او هالشباب الجديد بالكتابه ايضا تعطي فرصه يمكن انه لانه اليوم طبعا في مواهب بالتمثيل وفي مواهب اخرى كمان نعم. كتابيه في شباب وصبايا عندهم هالمؤهلات نعم. اليوم بتشوفها اكيد في والحمد لله انه في يعني اثناء البروفات مثلا انه ممكن حدا من الشباب او الصبايا اللي عم بيعملوا بروفا يعطوا قفشه مثلا حلوه فمندخلها على النص فالنص اكيد قابل للتعديل دائما بعدين انا بشجع كل زملائنا في الفرقه احنا بنسميها فرقه نور او فرقه نور للثقافه والفنون فمنشجعهم دائما للشباب والصبايا انه اكتبوا انتوا يعني الكتابه مش حكر على انسان واحد صحيح كل انسان في عنده امكانيه الكتاب يكتب ونحن بنشجعه نحن عم نساعده على شيء اسمه التدريب نساعده على كمان اضافه اشياء على النص تبعه على فكره كمان نكتب اغاني نحن كمان للمسرحيه كمان لانه لازم يكون نعم. فيها اغاني امتى رح تنعرض عرضناها عرضتوها وهلا يمكن نعرضها بمحل ثاني بضيعة أخرى عم نحكي نعم نقضي محل تاني يعني أنا بتمنى لكم كل التوفيق وفكرة كتير حلوة إنكم من 40 سنة لليوم ولا ترددتوا ولا سنة إنكم تخلوا الفن موجود بالضيعة ويكون رسالة لا أهالي الضيعة ولا الأهالي المجاورة وإن شاء الله تكونوا عبرة أيضا للضيعة الأخرى إنه حلو بكل ضيعة اليوم يكون في جروب فني عم بيعمل هيك أعمال بالضيعة يشاركوا فيها هالشباب وهالصبايا وإن شاء الله سنة الجاية كمان نرجع نستقبلكم بمسرحية أخرى شكرا جدا الله يعطيكم العافيه شكرا لك سيد نديم حرب وبتمنى لكم كل التوفيق اهلا وسهلا مشكورين مشاهدينا مره جديده بنرجع نتوقف مع بريك اخير بعد البريك بتنضم لنا شيف نادين تنعمل سوا الانتركات مشاهدينا عودة لكم متابعين معكم برنامج احلى صباح ومثل ما حكينا قبل البريك بتنضم لنا شيف نادين اسيس بونجور هاي
ويلكم باك. عن جد اول شيء اشتقنا لك وهيك اشتقنا للريحه بالاستديو. ان شاء الله تكوني انبسطتي بسفرتك. اكيد. ودائما شفنا دين يعني بس نسافر المطبخ اساسي ومندوق اكل كل بلد، وبعرف انه كل مره بتجيبي لنا شيء جديد او اتليست هيك اضافه بيتميزوا فيها بالبلد. نحن بنعمل الاكلات طبعا ولكن بتكون هن طريقتهم مختلفه. مزبوط. فاليوم الانتروكات على اي طريقه؟ اليوم على الطريقه الفرنسويه. الفرنسويه اوكي، على طريقه باري. واكيد انا اشتقت لكم مثل ما انت قلتي رنا، واشتقت لكم زياده، انا صرت مش مصدقه خلص بدي ارجع. اليوم الانتروكات طبيعي نحن بلبنان نعمل انتروكات وبنعمل الستيك وبنعمل الفيلي والفوفيلي وما عندنا بروبلم بهيدا الشيء، بس ما في حدا تقولي له رايحه على باري لما بيقول لك اوعى ما تدوق الانتروكات. فمشان هيك اليوم ضليتني هيك نبش حتى اشوف شو معقول الشيء يميزها عن الانتروكات اللي عندنا بلبنان، واكتشفت السر. هلا بس تدوقي دغري بتعرفي؟ ايه سبحان الله. يعني في نكهات معينه بتعرفي، لانه انت لما تكوني عم تطبخي، انا من الاشخاص اللي بحب دوق حتى عرفت اخذ فكره اذا هالشغله بتزبط مع هيدا الانجريدينت مع هيدا الانجريدينت. فمشان هيك على كثره الدواء اكتشفت. مزبوط، اكتشفت هدول الاشياء. فرح نشوف اليوم انه الانتروكات بالنهايه هي لحمه. اوكي، مثل الكاستاليتا نحن عاده نعملها، بس انه اكيد بلا عظمه منشيل اكيد العظم منها. اليوم رح نعمل طريقه معينه اللي بتخليها تطلع هشه وفيها طعمه كثير طيبه مع المحافظه على طعمه اللحمه من دون ما نستغني عنها. اوكي اوكي، فهل مميز هيدا الشيء اللي عم نحكي عنه هو كنايه عن الزبده، ورح نتفاجئ انه كميه الزبده اللي بيستعملوها بفرنسا وخاصه بباري هي كميه هائله. عم شوف لانه حتى القالب كميه كثير كبيره. اوكي، بس الزبده ما حتكون بس زبده، رح نضيف لها البقدونس، رح نضيف لها الزعتر الاخضر. أوكي. رح نضيف كمان الرومارين، رح نضيف الموتارد، مش الموتارد العادي، الموتارد دو ديجون. اوكي، يعني اللي هو بيجي حد شوي اكثر، طعمه الحامض زهره بقلبه اكثر، وطعمه البهارات بقلبه كمان زهره اكثر، اذا بدك ميله لطعمه الخل اكثر مما هو لطعمه الحامض. أوكي. كمان رح نضيف لها البصل المفروم الناعم، حص ثوم مدقوق رح نضيفه كمان للزبده، رح نضيف البابريكا والكاري، او فينا كمان نجيبهم هن ميكسشر بين بعضهم بيكونوا موجودين بالسوبر ماركت، ملح، بهار ابيض. هيدا المزيج رح نخلطه كله مع بعضه، رح نرجع نعملهم اقراص هيك مثل الجبنه اذا بدك، اقراص صغار، وبندخلهم على الفريزر. هيك بتصير انت كل ما تشوي الانتركوت بتشيلي شقفه صغيره بتحطيها على شقفه اللحمه. أوكي. من بعد ما تكون انشويت على حراره اللحمه الزبده بتذوب. وبتضل الخضره فريش وموجوده عليها، وبتكوني اخذتي انت النكهه اللي انت بدك اياها على لحمه الانتركوت. Perfect. اوكي، هلا اكيد الاشخاص اللي بحبوها ميديم رير بحبوها ويل دان، هيدا صار كل واحد حسب هو شو بحب، قديش استواء اللحمه. صحيح. هلا في شغله ثانيه بعد هونيك، لا هونيك بتكون نيه يعني بتحسيها بعدها شوي بحبوها. ايه مزبوط، بحبوها تضل بلو هيك نازل منها الدم اذا بدك. نحن ما كثير بنتقبل هيدا الموضوع. مزبوط. هلا في عندنا كمان شغله ثانيه اللي هو البطاطا المقليه، اللي نحن عاده بلبنان هي بطاطا مقليه ماشيه مع كل شيء. بتتفاجئي انه بهولندا وببلجيكا اثنيناتهم العالم بتوقف بالصف حتى تشتري بطاطا مقليه. أوكي. ورغم انه نحن بلبنان نعمل اطيب. اوكي، فمشان هيك والانتروكات لما تطلبيها على طول في حدا بطاطا مقليه، وبحطوا لك حدا خضره، ممكن تكون الخضره سوتي، وممكن تكون كمان الخضره فريش، يعني سلطه خس، خيار، بندوره، حسب انت شو طالبه نوع السلطة. فمشان هيك اليوم رح ندخل البطاطا مع الانتروكوت، ورح نكون عم نقدم حدا البروكولي والجزر. أوكي. اوكي، فخلينا ستيب 1 نبلش بشوي اللحمه. يلا. هلا طبعا هي اللحمه مدهنه. اوكي، ف فينا مزبوط فينا ما نحط زيت، يعني اذا نحن اكيدين ان المقلي اللي نحن عم نشوي عليها او الجريل اللي نحن عم نشوي عليه فينا نهائيا نستغني عن الزيت، بس انه انا حطيت شويه صغيره حتى ما تعذبنا او تلزق معنا. اوكي، هلا ننطر الزيت حتى يحمى. كمان رح كمل قلي البطاطا. هلا بالنسبه للبطاطا هي مجلده،
ايه هيدي انت المجلده، بس رح خبرهم شو الخبريه. الخبريه اللي نحن بنعملها كل يوم اللي هي انه بنقلي البطاطا نسقلي ونرجع نقليها قليه كامله. مزبوط. هيدا اللي بيميز البطاطا عندهم، بلس بيقدموا البطاطا بطريقه ساندويتش مع شويه تفنن، يعني كيف نحن الناتشوز لما تحطي معه صوص بندوره ترجع تحطي جبنه على وجهها، او لما تقدمي مثلا تحطي صوص موسلين مع شويه جبنه على وجه البطاطا. هلا هي الساندويتش عندهم هونيك اللي بينطر صف عليه، يا ريت ساندويتش علبه هيك كان بطاطا. عرفتي؟ فشو بتلاقي العالم واقفه بالصف شو فيها مش متعصبين لبلدنا بس اكلنا ومطبخنا عن جد هيدا كل ما نسافر بنلاقي انه عن جد الشيف اللبناني والست اللبنانيه والشاب اللبناني متميز عن جد ومتالق بهيدا الشيء. يلا يعني فاذا رح نبلش باللحمه. فيها منيح دهنه بس اكيد من دهنه. فينا نعمل نفس الشيء بالفوفيلي او فيك تعمليها كمان بالفيلي. اوكي اوكي فبتكون اكيد قطره بس هو لما نقول لحمه انتركوت خلص هيدي هي الانتركوت. فمش تقريبا لازم تبقى على النار ولا بدنا نضل حسب درجه الاستواء اللي انت بدك اياها. اوكي بس هلا عم نحكي بدك بين 5 و6 دقائق مينيموم حتى تكون كل الدهون اللي موجوده بقلبها تحللت وشربتها مزبوط لانه انا ماني نقعتها يعني انا عم حافظ على طعمه اللحمه مثل ما هي. صحيح. اوكي بهالوقت شو بدك نعمل؟ حط البطاطا ما بدها شوي صغيره بس يلا احسن ما الزيت يحمى بوجنا. اوكي فاذا البطاطا مثل ما قلت لك انا ماشي بس عمليه فرم البطاطا نعملها بوم فريت نقليها نص قليه بيرجعوا بيقلوها قليه كامله هيدا اللي بيميزها. اوكي اوكي وبتكون البطاطا منها كثير رفيعه منها تشيبت يعني بتخنوها شوي صغيره حتى تضلك تحسي بطعمه البطاطا بقلبها. هلا رح بلش عندك بالزبده اللي هي الاساس بخبريتنا اليوم. اكيد هون الفرق بال هلا انت بدك تستلمي هون شوي صغيره بس حتى انا بلش شغل هون. اوكي بس قبل حتى فرج المشاهدين انا لشو بدي اوصل. اوكي حني انا حطيتهم بالبراد الزبده بدها تصير بهيدا الشكل بتفكروها جبنه بالاول بتفكرها جبنه لما نحطها على شقفه اللحمه رح بتذوب رح بصير في على اللحمه بصل والثوم والبقدونس. اوكي دونك هيدي هي بتتفرز بنتركها بالفريزر لا بس نعمل انتركات بهيدي الطريقه بس بتحطيها عليها وبتسوح عليها. اوكي ليش ما بنقليهم حتى ما البقدونس ما ينطبخ البصل ما ينطبخ تضلك تحس بطعمه الخضره اللي موجوده. بتعرفي وين حلوه تتنفذ هاي على الركلات عفاكي مزبوط تقدري تشيليها ودغري اندر سبوت. ايه اندر سبوت بنعملها نحن قدامنا على طريقتنا 100% خرج الشتاء اكثر. يلا بس تنقلب اللحمه شوفي شو طريه يعني الشوكه حتى اوكي هلا بالنسبه للكانتيتي لكل شخص عندك تقريبا بين 200-250 جرام للشخص من اللحمه. اوكي اوكي هلا دهون هلا ركزوا معي مزبوط هون شرحت. فاذا اول شيء مثل ما قلت لكم عندنا الزبده اللي هي اساس. هلا في بعض الرسيتات بنشوفهم عم يطبخوا البصل مع الزبده على النار بيرجعوا بيضيفوا لها البيض. انا ما بدي صعبها كثير على المشاهدين بدي اعطيهم خلينا مور سمبل. ايه مزبوط الاشياء الايزي. بصل اشالوت مفروم ناعم ثوم مدقوق بقدونس مفروم ناعم هول كلهم بنكهوا اللحمه. زعتر اخضر اوبشنال فينا نحط زعتر اخضر وفينا ما نحط. وفي عنا كمان بعض الريسيتات رنا اللي بيدخلها الانشوا. اوكي يعني بنقدر نجيب علبه انشوا نفرمها ناعمه وندخلها كمان بقلب الزبده. موتارد دو ديجون بنلاقيه بكل السوبر ماركت حد الخردل العادي. اوكي رومارا شيف نادين ايه هلا عم نحط رومارا بس فينا نعيد شو حطينا وتقولي لنا قد ايه من كل وحده. أوكي. يعني هلا هيدا قالب زبده هيدا كنايه عن 250 جرام زبده. اوكي ضفت لهم بصله صغيره. أوكي. او اذا بدك نص بصله وسط. أوكي. مفرومه ناعمه
حص ثوم واحد. واحد. أوكي. أوكي. دقيناه وضفناه لهم. بقدونس مفروم ناعم كناية عن إذا بدك نص كباية. أوكي. زعتر أخضر فنجان قهوة. أوكي. هيك عم سهلها أكثر. هلا هون رح اضيف ملعقه ورشستر صوص. اوكي اوكي. الصوص اللي هي نستعملها بالاكل الصيني الشاينيز. اوكي. بتعطينا نكهه كثير طيبه, بتعطينا طعمه الملح بقلبها, وهيك هيدا الشعطه اللي بنحسها بالاكل الصيني. خففتي لنا هون بس شوي. أوه. اوكي. شفتي هيدول هلا لما الدم يبلش يطلع كثير اشخاص بياكلوها هيك مثل ما هي. اوكي. من دون ما تكون معموله مطبوخه على الاخر. بدك اقلبهم؟ قال يلا انت بدك اياها well done. اذا بدنا اياها well done نقلبها. ما بدي شيء مرسي. ما بدك تذوقي؟ لا اكلاتك اكيد. اوكي. بس دوي. شايفه قد عم تحطي لي زبده؟ لا 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 ما في, لا فيك تعمليها هيك بلا ما تحطي زبده. بس نحن عم نعطيها الانتركات على الفرنساوي على الطياره الاصليه. هلا بابريكا رشه ورشه كاري. كاري ما تكتروا كثير. اوكي. ما بدي الكاري يطغى على طعمه. المزبوط. يعني ملعقه صغيره. مزبوط. ملح كمان ملعقه صغيره. صحيح. وبهار. بهار ابيض رشه كمان كثير صغيره. اوكي. كاري حلو ولا حار؟ الكاري الحر اكيد بدي طعمه الحر اللي موجوده بقلبه. اوكي, أوكي. هو في عنا كمان شغله هون بدي اقولها, انه الانشوا مثل ما قلت لك في كثير روستات بتتميز بالانشوا, وبعض الاحيان بنفرم كورنيشو ناعم يعني الكبيس الاخضر الصغير بنفرمه ناعم وبنضيفه عليها كمان بيعطيها طعمه الحامض بقلبها. اوكي. هلا بايدنا. بالنسبه للزبده انتبهوا ما تكون كثير سائله تضل مثل البات. مزبوط. حتى تقريصها ما يكون صعب علينا. اوكي اوكي. هي مجرد ما حطيته ورجعته بالفريزر ترجع خلاص اخذت الشكل اللي نحن بدنا اياه. اوكي. هلا رح اعمل بس قرص واحد بس تشوفوا المشاهدين حتى نقدر نبلش بالبريزنتاسيون. فينا نحن نفرز بطاطا بالبيت؟ فيك تفرزي بطاطا. لازم نكون قايلين النص قلي. نص قلي صحيح, ضروري انه يكونوا مقليين نص قلي. او ساعتها بدك تعمليهم فاكيوم, واكيد نحن بالبيت معنا فاكيوم بهالشكل. اوكي. اوكي. هيدا الشكل بينحطوا اكيد بتابر وير بصحن اللي هو بالفريزر. اوكي. جيب لك صحن؟ ايه يا حوي عندك هون, هون ورا النايلون في عنا صحن. شفتيه؟ منو هون؟ منو عندك؟ اوكي. طيب هون. ايه هيدا هيدا. انا محضرته. ميرسي. اوكي. هيدي مثل ما هي بتنشال من الفريزر وبتنحط على اللحمه. هلا لانه الزبده منا كثير سائله في حتى دغري ديركت ما استعملها هون. اوكي. معقول باي طريقه تزبط هالشيء يعني هيدي الزبده على شيء ثاني ممكن نكون عم نقلي؟ ايه اكيد اكيد. بس قصدك على الدجاج مثلا؟ مثلا ايه. اذا على الدجاج بتزبط, بس انه بدك تكتري الثوم اكثر مما هو عم بتكتري البصل. اوكي. بس اكيد بتزبط 100%. ويفضل انه لما تكوني انت عم بتحطي دجاج تدخلي بالبهارات الزنجبيل. ايه اكيد. اوكي. يعني حتى تكوني عم تاخذي الميكس هدي المقليه رنا. ايه بشيلهم؟ يلا بدهم شوي ليحمروا. ايه يلا. ولا. هون خففت النار على اللحمه رجعت شفنا دي. ايه خففت النار عليها حتى تستوي من قلبها. اوكي. بس اذا كانت اللحمه فيليه لا فيك دغري على نار قويه لانه بتكون اكيد اطرى من الانتركوت. بدك اقلبها. ايه كيف بدي اسالك. يلا انا خلصت الزبده. لحسة هي بلشت اصلا تكب ميتها والدهون تبعولها. سيك جود. انا رح شيل البطاطا لانه يلا شيلي ونطفي النار بس تحتها. وانا لما تكونوا بدكم تحضروا انتريكات على طول
هيدي مثلا هاي الشغله فيكم تعملوها وانس وتحطوهم بالفريزر ما بيصير لهم شيء. فعلى كل ستيك بتنشوى بنشيل شقفه صغيره وبنحط عليها. فوالا. عشان حال عندك. هيدا الصحن هلا بنحطه بالفريزر، نحطه بالبراد بالاول. خلصت. اوكي رشة ملح ولو رنا بليز، حاعطيكي ملعقة على البطاطا. على البطاطا اللحمة اوريدي انا مملحة الزبدة. اوكي قلبة واحدة وخلص. مثل ما قلت بالنسبة للبريزنتاسيون فينا تكون عم تتقدم مع خضرة سوتي او خضرة مسلوقة الدنتي. انت محضرتيهم اليوم خضرة مسلوقة. مزبوط خضرة الدنتي. خلينا نجيب خلاص. يلا رح بلش انا باللحمة. اي ساعة بنحط الزبدة عليها؟ هلا هي وهيك سخنة بتحطي شقفة زبدة عليها. شو سلبة؟ اوكي هلا على الحرارة. هيك على الحرارة بتبلش الزبدة تدوب. اوكي نحط شوية بروكولي تأحسن على الرنوان الأخضر. هي زبدة سوستا يعني. مزبوط هي زبدة سوستا صحيح 100%. وهيدا جزر. اوكي اليوم جزر ما عملته بشكل وردي، خليتهم هيك حبة صغيرة بما انه عم نحط بومفريت حدن. هلا البطاطا ما تستغربوا انه بلا صوص. اوكي هيدي هي الصوص اللي رح بتكون معموله. مرت الجاي بنمرق الانتريكوت مع الصوص شامبينيون. اوكي اللي هي بلبنان اكثر مشهوره مع صوص شامبينيون اكثر ما هو مع هيدي الصلصه. لا بس بظن انه رح تكون طيبه اصلا. الزبده بتطيب كل الاكل صحيح. وهيدي فيها ما تنسي فيها الخردل، فيها الورشستر شاير، فيها بصل، فيها الثوم. عرفتي يعني انت عم تحصلي على طعمه الحامض والبصل والثوم بقلبها للستيك. شوفي بلشت تدوب لحظتي. ايه. اوكي حتى نحن بس هن بيتركوها هيك مثل ما هي. يعني ما تتفاجئي انه يي ليه هيك بعدها هيك بحطوها يعني لدرجه فوالا شوفي بس تدوب. اوكي بتصير تتلي اللحمه على كل الميلات، بصير البصل يتفتت والبقدونس على اللحمه. شفتي باي طريقه؟ بتفكريها جبنه بالاول، يعني اول ما تتقدم لك بتفكريها جبنه غير ما تشوفي شو هي او تسالي شو هي ما حتعرفي انه هي كنايه عن زبده وبقلبها بقدونس وبصل وزعتر وبلا بلا بلا. بس مش عشف نادين. لا سالت. والله اكيد بتعرفي عند الحشريه على طول. ايه؟ يعني بالاول انتبهي هن حتى عندهم كانت تشبه كثير الروكفار. ايه يعني عرفتي كمان يمكن عاملينها طحنينها على المولا وطلع معهم كثير البقدونس مش مبين. هيدا الشيء بخليك تشكي انه معقول تكون هي جبنه روكفور. ومش انا كنت طالبه البلا. اوكي فعيطت للمتر ما قلت اسال الشخص اللي عم ياكل، عيطت للمتر قلت له هي شو؟ ايه قال لي انه بار وما بعرف شو مدريل ومدري شو بلش يشرح لي. قلت له اوكي ميرسي بوكو. سرقت الفكره بقيت وخلص. سرقت الفكره شفنا ايش طالبني. مزبوط فهيك بتتقدم بهيدي الطريقه اللحمه عليها شقفه الزبده واكيد الجزر والبروكولي والبطاطا. هون كمان فينا نحط شقفه زبده على البروكولي والجزر بس انه هون بتكون صارت الكوانتيتي. ميرسي شيف سعد الكوانتيتي كبيره. خلينا نرجع نعيد لكن شو حطينا بالصوص لان اهم شيء هلا بكل وصفتنا هي الزبده. صحيح بشكل سريع واكيد على كل حال لكل اللي يمكن ما لحق بيقدر يرجع يفوت على صفحتنا على الفيسبوك. مزبوط. ويرجع يحضر الرسات من اولها. مزبوط ليكي لاحظي هلا انا هون اللحمه عم تشرب الزبده 100% مع البصل والبقدونس. اوكي
معركه بفعل الحراره تبع اللحمه. فاذا اول شيء حطينا زبده 250 جرام زبده، ضفنا لهم بصله مفرومه ناعمه، بصله صغيره او نص بصله وسط، رجعنا ضفنا لهم حص ثوم واحد مدقوق ناعم، ضفنا إذا بدك نص كباية بقدونس مفروم ناعم، رجعنا ضفنا فنجان قهوة زعتر أخضر، رشة رومارين، فيه يكون الرومارين أخضر ويفضل إنه يكون أخضر، وإذا ما عنا رومارين اليابس، رشة بابريكا، رشة بهار أبيض، رشة ملح، رشة كاري ما نكتر كتير وخاصة إذا كان حار، أنا ما بدي الكاري يطغى على الطعمة، ملعقة موتارد دو ديجون، وضفنا لهم ملعقة ورشستر شاير صوص، خلطناهم كلهم مع بعضهم، عملناهم أقراص بهيدا الشكل أوكي، وأكيد فرستهم حتى يكون سهل أكثر على الشخص اللي عم يأكل، بالبرزنتاسيون بيكونوا أجمل. عملناهم على هيدا الشكل، نشوي اللحمة شوي عادي أوكي، أكيد كل شخص قد ما بيحب إذا بدك درجة الاستواء تبع اللحمة، نرجع منحط قرص زبدة على اللحمة، بروكولي أكيد مسلوقين الدنتي، جزر مسلوقين الدنتي، والبطاطا مقليين نص قلية رجع نقلو قلية كاملة. إذا كانت بطاطا فروزن لا خلص أوتوماتيكلي بتقلوها قلية كاملة. وهيدي خبرية الأنتركوت على الطريقة الفرنسية مزبوط، اللي بينصحونا دايما اوعى ما تذوقوا الأنتركوت بباري. شف نادين انا بدي اقول لك ثانك يو عن جد، يعني هو يعني بتبلش اول شيء بالنظر الشغله، فالبرزنتاسيون كثير حلوه ومبين انه انا عم دوب على زبده اوكي تشوفوا كيف هي على الاخر كيف بتدوب وبتصير هيك فوالا، وفينا نشيل منها شوي ونحطها على الخضره. الخضره بارده ولا بتفضلي شف نادين انه تكون سخنه؟ بتكون معموله سور فابور اوكي، هي بتنزل اساسا سخنه اوكي، والبطاطا اكيد سخنه، والزبده رح تنزل يعني هي اوتوماتيكلي رح ترسخون على سخونه اللحم. مزبوط. ثانك يو شف نادين، ثانك يو لك ويلكم باك عن جديد، وخلص ناطرينك ان الله راد بحلقه جديده مع بعثي عنا شيء هيك مستوحيتين في كثير لكن تمام رح نتابعك. ثانك يو شف نادين، ميرسي لكم كمان مشاهدينا. طبعا حلقتنا لهلا بتكون خلصت، ولكن بكره كمان بنكون معكم بنفس الوقت الساعه 9 الصبح. الى اللقاء.